يا حسين انظر إلى شيعتك واسمع أصواتهم وقد جاءوا مجتمعين ملبيين ينادونك لبيك يا حسين حجوا لك بأرواح متهابل من حجوا إليك من كل بلد يا كعبة النور يا كربلاء نلت الشرف دون الأراضين تعنى لك الزوار من كل البلادين مرة بهدي قبرك ومرة بقطر الله مأجور 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 بس قلبك عند الحسين هناك انت خاطب لا وين يا زوار اريد انادي الحسين بالسلام ونحن في زيارة الحسين في زيارة الأربعين السلام على الحسين يا حسين انظر إلى شيعتك واسمع أصواتهم وقد جاءوا مجتمعين ملبيين ينادونك لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أبا عبد الله إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله نحن قد توجهنا بقلوبنا إليك وإلى تربتك كربلاء كم فيك من بدر ومن قمر هوى فوق التلول يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح كثر صوايح وإلى الآن ترى ما انقطعت ها انت بس طالع الشاشة وتشوف الصوايح والصراخ والبكاء إلى الآن لكن بدايتها الصوايح اللي صارت في خيام زينب وأخوات زينب يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح ويا كربلاء كم فيك ناحت من نوايح على ماذا وعلى من قال على إمام في ترابك ظل طايح وحسرتي رضت ضلوعه لعوجية يلا انتقلوا بقلوبكم ها يا كربلاء نلت الشرف دون الأراضين تعنى لك الزوار
من كل البلادين يا كربلاء نلت الشرف دون الأراضين نلت الشرف يا غادرية بذبحة إحسان تعنى لك الزوار من كل البلادين يلا وياي لا وين يا زوار بعد عيدها جميعا بأعلى الأصوات لا وين يا زوار انظر إلى شيعتك واسمع أصواتهم وقد جاءوا مجتمعين ملبيين ينادونك لبيك يا حسين حجوا لك بأرواح متهافل من حجوا إليك من كل بلد يا كعبة النور يا كربلاء نلت الشرف دون الأراضين تعنى لك الزوار من كل البلادين مر بهدي قبرك ومر بقطر جفوف تتحمل تسمع الله الله مأجور بس بقلبك عند الحسين هناك انت خاطب لا وين يا زوار